بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، طلبة وطالبات برنامج التعليم عن بعد، أهلا بكم في حلقة جديدة من مادة إدارة الإنتاج والعمليات، وهي الحلقة الخامسة اللي بتحمل برضو عنوان إدارة الإنتاجية. طبعا احنا في الحلقة الرابعة لو تفتكروا اتكلمنا عن مفهوم الإنتاجية وفرقنا ما بين الإنتاجية وبعض المصطلحات الأخرى اللي ممكن الناس يلخبطوا فيها، زي الإنتاجية والإنتاج والإنتاجية والفعالية والإنتاجية والكفاءة. واكتشفنا ان مفهوم الانتاجيه هو مفهوم الادق والاشمل لتقييم مستوى اداء الشركات، وان مفهوم الانتاجيه يشمل كل من مفهومي الفعاليه والكفاءه. طيب النهارده ان شاء الله في الحلقه الخامسه بتاعتنا برضو مستمرين في الحديث عن موضوع اداره الانتاجيه، وهنجاوب بقى على سؤال مركب شويه في موضوع اداره الانتاجيه. هنشوف هنقول ايه في الحلقه الخامسه اللي هي اداره الانتاجيه. اول حاجه هنقولها في الحلقه الخامسه اللي هي اداره الانتاجيه، هنتكلم عن اهميه تحقيق مستوى انتاجيه متميز. ليه دوشين نفسنا بموضوع الانتاجيه؟ ليه مهتمين قوي بموضوع الانتاجيه؟ وهنجاوب برضو على شق آخر من السؤال المركب اللي احنا بنقول عليه برضو، هو مش كفاية المؤشرات المالية زي الأرباح زي التكاليف زي العائد على الاستثمار عشان نحكم على مستوى أداء الشركات. هنشوف السؤال المركب وهنشوف الإجابة على شقي السؤال المركب. أهمية تحقيق مستوى إنتاجية متميز. قد يصار الآن تساؤلا منطقيا، وهو لماذا كل هذا الاهتمام بقضية الإنتاجية؟ ألا تكفي المؤشرات المالية للحكم على كفاءة وفعالية المنشأة؟ خلي بالك السؤال مركب. أول جزئية من السؤال المركب، ليه مهتمين بموضوع الإنتاجية؟ ليه يا دكتور محمد أنت عامل له أربع حلقات في مادة إدارة الإنتاج والعمليات؟ ليه كل كتب الإنتاج والعمليات العربي والإنجليزي يعني بتدي جزء كبير لموضوع إدارة الإنتاجية؟ ده أول شق من السؤال. والشق الثاني من السؤال، هو مش كفاية المؤشرات المالية زي الربح الخسارة التكاليف المعدل العائد على الاستثمار إلى آخره للحكم على مستوى أداء الشركات، هو لازم موضوع الإنتاجية ده الشق الثاني من السؤال. هنبتدي طبعا في الإجابة بالشق الأول من السؤال، ليه مهتمين بالإنتاجية؟ تعال نجاوب عليه. إن الإجابة على الشق الأول من السؤال تكمن في أن الإنتاجية المتميزة يكون لها نتائج إيجابية ومرغوبة، سواء كان ذلك على مستوى المنشأة أو على المستوى القومي. إنتاجية متميزة لها نتيجة إيجابية سواء على المنظمات. وإيه هو الاقتصاد القومي؟ الاقتصاد القومي ما هو إلا مجموعة من الشركات، وبالتالي إذا كنت أنا هحقق إنتاجية متميزة لها آثار إيجابية على مستوى المنشأة، أكيد الآثار الإيجابية برضو هتنعكس على مستوى الاقتصاد القومي. طيب تعال الأول نشوف على مستوى المنشأة، وتعال نشوف على مستوى الاقتصاد القومي. وانا قبل ما اخش على مستوى المنشاه او على مستوى الاقتصاد القومي، عاوزك تستحضر في ذهنك ان موضوع الانتاجيه او مقياس الانتاجيه هو عباره عن المخرجات مقسومه على المدخلات. تاني، استحضر في ذهنك دي، الانتاجيه عباره عن المخرجات على المدخلات. طب تعالى نشوف على مستوى المنشاه. فعلى مستوى المنشاه تعني الانتاجيه المتميزه حسن استخدام الموارد، بما يحقق انخفاضا واضحا في تكلفه انتاج السلعه او الخدمه، وهذا بدوره يساعد على تحسين القدرة التنافسية للمنشأة سواء كان ذلك في الأسواق العالمية أو في الأسواق المحلية. مش أنت بتقول الإنتاجية مخرجات على مدخلات؟ عاوزين إنتاجية متميزة، يعني نرفع الإنتاجية. ترفع الإنتاجية؟ يعني تقلل البسط بقدر الإمكان، تقلل المقام آسف بقدر الإمكان، وتزود البسط بقدر الإمكان، يعني تقلل المدخلات اللي هي المقام وتزود المخرجات بقدر الإمكان. طيب خلي بالك، المدخلات مرتبطة بإيه؟ المدخلات مرتبطة بالتكاليف، والمخرجات مرتبطة بإيه؟ المخرجات هي ما تقدمه الشركة من سلع وخدمات، يعني بعد كده بتتباع إن شاء الله، يعني كده بعد كده بتترجم إن شاء الله في شكل إيه؟ في شكل إيرادات. وبالتالي لما أحقق مستوى إنتاجية متميز أقلل المدخلات وزود المخرجات، يعني أقلل التكاليف وزود الإيه؟ وزود الإيرادات. وطبعا لما تقلل التكاليف إن شاء الله ده معناه إن المنشأة هتكون في وضع تنافسي كويس. ليه في وضع تنافسي كويس؟ هنشوف دلوقتي حال. نكمل. ولا شك أن تحسين هذا الوضع التنافسي، بنكمل في موضوع تحسين الوضع التنافسي، ولا شك أن تحسين هذا الوضع التنافسي قد يمكن المنشأة من تخفيض أسعارها، وبالتالي زيادة حصد المبيعات في السوق وتحقيق قدرا متميزا من الأرباح والعائد على الاستثمار. يبقى أنت قلت لنا إنتاجية مخرجات على مدخلات، إنتاجية متميزة أقلل المدخلات وزود الإيه؟ وزود المخرجات. لما نقلل المدخلات بنقلل التكاليف، ولما نزود المخرجات بنزود الإيه؟ بنزود الإيرادات. طب لما تقلل المدخلات اللي هي التكاليف، معناها إنك عندك القدرة على تخفيض السعر بتاعك. قدرتك على تخفيض السعر بتاعك معناها إيه؟ قوة تنافسية.
سعر رخيص في السوق اقل من المنافسين معناها سيطرة على جزء اكبر من السوق، جزء اكبر من السوق معناها ان شاء الله مبيعات اكتر، يعني معناها ان شاء الله ايرادات اكبر وارباح اكبر بالنسبة للمنشأة. يبقى ده اول اتجاه، ان احنا هنخفض المدخلات ونزود المخرجات، ونتيجة تخفيض المدخلات اللي هي التكاليف هنقلل السعر، هنسيطر على حصة سوقية اكبر. طيب تاني اتجاه، ان احنا ممكن نكون في وضع مش مضطرين فيه لتخفيض السعر، نعمل ايه بقى والنتيجة هتكون ايه هنشوف. اما اذا كانت الشركه في وضع لا يضطرها الى تخفيض اسعارها، فسوف تحقق الانتاجيه زياده مباشره في ارباحها المحققه، وسوف يمكنها ذلك من اعاده تمويل ذاتها والتوسع في نشاطها، بالاضافه الى زياده قدرتها على رفع اجور العاملين بها. يبقى الاتجاه الثاني، انا احسن الانتاجيه، بس انا احسن الانتاجيه، انا مش عاوز انزل الاسعار، انا في وضع ما مش بالضروره ان انزل الاسعار فيه، امال تعمل ايه؟ احسن الانتاجيه وهحافظ على مستوى السعر زي ما هو. طيب طالما هتحسن الانتاجيه انا هتخفض التكاليف والسعر زي ما هو، معناه ايه؟ ارباح اكبر للمنشاه. طيب معناه ايه؟ معناه قدره اكبر على تمويل عملياتك المستقبليه. معناه ايه؟ معناه انك ممكن تحسن اجور العاملين في المنشاه بتاعتك. ليه؟ لانك حسنت الانتاجيه، خفضت الايه؟ التكاليف، وزودت الايه؟ الايرادات، وما خفضتش السعر. جميل جدا. طب نكمل. ويمكن ايجاز تلك العلاقه بين مستوى الانتاجيه وربحية المنشأة في الشكل التالي الذي قدمه ديفيد سميث في عام 1984 والمعروف بنموذج العائد من الإنتاجية. تعال نشوف الشكل بقى اللي بيوضح الأفكار اللي احنا قلناها في نموذج العائد من الإنتاجية. الشكل زي ما انت شايف كده هو، ادي هو في وسط الشكل عندنا الإنتاجية الايه؟ الإنتاجية الكلية. طيب وعندنا حوالين الشكل ان الإنتاجية الكلية هيكون لها انعكاسات على دخل العامل، وهيكون طبعا لها في البدايه الانتاجيه الكليه، طبعا بقصد الانتاجيه الكليه المتميزه، لها انعكاسات ايجابيه على مستوى الايه؟ الربحيه، ولها انعكاسات على اسعار الايه؟ على اسعار المنتجات، ولها انعكاسات على تكاليف الايه؟ تكاليف الانتاج. الكلام اللي احنا قلناه، الكلام اللي احنا قلناه، معناه ايه بقى التاني؟ الكلام اللي احنا قلناه هنعيده بس على الشكل. لو انت حققت انتاجيه كليه متميزه، معنى الانتاجيه الكليه المتميزه انك ممكن تخفض، ده مش ممكن، ده اكيد هتخفض تكاليف الانتاج بتاعتك. طيب نتيجة تخفيض تكاليف الإنتاج أنا ممكن كشركة أخفض أسعار المنتجات. تخفيض أسعار المنتجات هيخليني أنا كشركة أسيطر على نصيب سوقي أكبر، هحقق ربحية إيه؟ هحقق ربحية أكبر، وبالتالي هحقق ربحية أكبر، ده هينعكس بالإيجاب على دخول الإيه؟ العاملين. طيب الوضع الثاني، أنا كشركة هحقق إنتاجية كلية متميزة، جميل جدا، هتخفض تكاليف الإنتاج، جميل جدا. أنا في وضع مش بالضرورة فيه إن أنا أخفض أسعار المنتجات، خلاص انت حققت انتاجيه كليه متميزه، خفضت تكاليف الانتاج، مش هتخفض السعر، معناه برضو ارباح اكتر ليك كشركه، وده هينعكس بالايجاب برضو على دخول الايه؟ على دخول العاملين بالشركه. طيب ده اهميه تحقيق مستوى انتاجيه متميز على مستوى الايه؟ على مستوى المنشاه. طيب تعال احنا قلنا بس ده الانتاجيه المتميزه مش بتتحقق على مستوى المنشاه، ده بتتحقق كمان على مستوى الاقتصاد الايه؟ القومي. يعني ايه؟ ما هو الاقتصاد القومي مجموعه من الشركات. تعال بس في الاقتصاد القومي الانتاجيه المتميزه هتعمل ايه؟ اما على المستوى القومي فيجب الاهتمام بقضيه الانتاجيه لما لها من علاقه بكل من معدلات التضخم، مستوى المعيشه، التنميه الاقتصاديه، بالاضافه الى مشكله دعم السلع والتي اصبحت احد السمات الاساسيه للمجتمعات الايه؟ الناميه. خلي بالك في علاقه وثيقه طبعا ما بين الانتاجيه المتميزه على مستوى المنشاه والانتاجيه المتميزه على مستوى الاقتصاد القومي. طيب ليه بقى مهم على مستوى الاقتصاد القومي ان احنا نحقق انتاجيه متميزه؟ بنقول في علاقه وثيقه ما بين الانتاجيه المتميزه ومعدلات التضخم ومستوى المعيشه، التنميه الاقتصاديه، ومشكله الدعم. طب هنشوف ايه العلاقه ما بين الانتاجيه المتميزه والعناصر دي. تعال نكمل. فمن المعروف ان التضخم يكون نتيجة لعدم توازن كل من تيار الإنفاق وتيار إنتاج السلع والخدمات في المجتمع. ده أكيد طبعا. التضخم بينتج من إيه؟ اختلال العلاقة ما بين العرض والطلب، يعني الطلب بيكون زايد عن العرض وبالتالي بينجم عنه زيادة في الأسعار. وتأتي الإنتاجية لتحقيق هذا التوازن عن طريق ضمان تحسن العلاقة بين المخرجات والمدخلات على مستوى المنشأة وبالتالي على المستوى القومي. أكن الإنتاجية المتميزة هتحارب التضخم؟ طبعا. ما هو الانتاجيه استحضر النسبه، الانتاجيه عباره عن المخرجات على المدخلات. انتاجيه متميزه يعني اقلل المدخلات وازود الايه؟ المخرجات، اقلل التكاليف وازود الايه؟ الايرادات.
طب لما تقلل المدخلات معناها انك عندك قدره على الاستخدام الكف لهذه المواد المتاحه وتزود الايه المخرجات. يعني عاوز تعمل ايه؟ يعني عاوز تعمل زياده في العرض الخاص بالسلع والخدمات عشان تحقق التوازن ما بين العرض والطلب، وبالتالي ما يكونش فيه مبرر للايه للتضخم. طيب يبقى الانتاجيه بتحارب معدلات التضخم. او من ناحيه اخرى، هو ايه التضخم؟ هو ارتفاع في الاسعار. يعني احنا كلنا نعرف التضخم ارتفاع في الاسعار. طيب يعني لو في تخفيض في الاسعار مش هيبقى في تضخم؟ اه طبعا لو في تخفيض في الاسعار مش هيبقى في تضخم. طب نخفض الاسعار ازاي؟ مش انا قلت لك على مستوى المنشاه لما حسن الانتاجيه، يعني معناه اقلل المدخلات وازود المخرجات. تقليل المدخلات يعني هيقلل التكاليف، اقلل التكاليف ممكن اخفض اسعار المنتج ايه بتاعي، يبقى ما فيش تضخم. جميل جدا. طب نكمل على مستوى الاقتصاد القومي. اما الحقيقه الثانيه، يبقى احنا خلصنا علاقه الانتاجيه بالتضخم، الانتاجيه بتحارب الايه التضخم، طبعا الانتاجيه المتميزه. اما الحقيقه الثانيه والتي تستلزم الاهتمام بقضيه الانتاجيه، فهي وجود علاقه مباشره بين زياده الانتاجيه ومستوى معيشه الافراد. يا خبر ابيض، علاقه وثيقه ومباشره ما بين الانتاجيه ومستوى المعيشه. طبعا يعني ايه؟ تحسين الانتاجيه هيزود مستوى معيشه الافراد. ازاي؟ فزياده الانتاجيه يتبعها انخفاض في تكلفه انتاج السلع والخدمات بالطبع، مما يترتب عليه زيادة قدرة الأفراد على الحصول على تلك السلع والخدمات بأسعار معقولة، وبالتالي يمكن تحقيق زيادة حقيقية في مستويات دخول الأفراد. فالطريقة الوحيدة في نظر البعض لتحسين مستويات المعيشة في المجتمعات هي زيادة الإنتاجية. مش أنت لسه قايل لنا حالا يا دكتور إنك لما تحسن الإنتاجية معناه تخفيض تكاليف المنتج، تخفيض تكاليف المنتج معناه ممكن أنا أخفض سعر بها الإيه السلع بفرض سبب دخول الأفراد. لما انت حضرتك دخلك ثابت وحصل انخفاض في اسعار السلع والخدمات، دخلك ثابت وحصل انخفاض في اسعار السلع والخدمات، ده معناه قدرة اكبر للدخل اللي انت بتملكه اللي هو الثابت دهوت على شراء عدد اكبر من السلع والخدمات، لان حصل انخفاض في اسعارهم نتيجة تحسين الايه الانتاجية. لما دخلك تحصل من هذا الدخل على عدد اكبر من او كم اكبر من السلع والخدمات نتيجه انخفاض هذه الاسعار لهذه السلع والخدمات، ده تحسن في مستوى المعيشه ولا لا؟ طبعا ده تحسن في مستوى الايه المعيشه. انا دخلي مستقر وحصل انخفاض في اسعار السلع والخدمات بحصل على كم اكبر، ده تحسن في مستوى معيشه الافراد والمجتمعات. طيب ومن ناحيه اخرى يمكننا القول بأن العديد من الدول مثل اليابان، كوريا، سنغافورة، ماليزيا والصين، بالإضافة إلى العديد من الدول الصناعية الكبرى، قد استطاعت تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق تحقيق مستويات متميزة من الإنتاجية. يبقى الإنتاجية المتميزة بتحارب التضخم، الإنتاجية المتميزة هتحسن مستوى معيشة الأفراد والمجتمعات عموما. وكمان هو التنمية الاقتصادية هتتحقق إزاي؟ ده التنمية الاقتصادية لن تتحقق إلا بالإنتاجية المتميزة. يعني إيه؟ يعني التنمية الاقتصادية لن تتحقق إلا بالإدارة الكفأة والفعالة للمدخلات المتاحة والحصول منها على أقصى مخرجات. تجارب الدول كلها زي اليابان، كوريا، سنغافورة، الصين حققوا التنمية الاقتصادية الهائلة طبعا عندهم من خلال الإنتاجية المتميزة. طيب نكمل. وغنينا عن ذكر القول بأن مستويات إنتاجية الشركات سوف تحكم إلى حد كبير قدرتها التصديرية، بل إنها سوف تحكم بعد هذا قدرتها على الاحتفاظ بالأسواق في ظل عالمية الاقتصاد واتفاقيات تحرير التجارة. ده أكيد. لو أنت ما عندكش إنتاجية متميزة مش هتكون منافس جيد ولا في السوق العالمي ولا في السوق الإيه المحلي، لأن احنا طبعا عارفين ظاهرة العولمة دلوقتي هي الظاهرة المسيطرة. كما تقدر الإشارة هنا إلى أن مستوى الإنتاجية في حد ذاته يعد عنصرا جاذبا للاستثمارات في مناطق معينة من العالم، فلم يعد يكفي أن تكون تكلفة الأيدي العاملة منخفضة في منطقة معينة، فالأمر هو موائمة بين تكاليف التشغيل ومستوى الإنتاجية في تلك المناطق. يبقى الإنتاجية دي هتخليك تحفظ أسواقك التصديرية، والإنتاجية المتميزة دي كمان هتخليك عنصر جاذب للاستثمارات العالمية. طب نكمل. يتبقى الآن النقطة الأخيرة. يبقى احنا شفنا دلوقتي على المستوى القومي علاقة الإنتاجية بالتضخم بتحاربه، علاقة الإنتاجية بمستوى معيشة الأفراد بترفعه، طبعا الإنتاجية المتميزة، علاقة الإنتاجية بالتنمية الاقتصادية، طبعا أكيد الإنتاجية المتميزة هتؤدي للتنمية الاقتصادية. باقي نقطة إيه بقى؟ علاقة الإنتاجية بالدعم اللي بتقدمه الدول للشركات اللي هي العامة فيها. يتبقى الآن، ودي آخر نقطة في الاقتصاد القومي، يتبقى الآن النقطة الأخيرة الخاصة بإمكانية الاعتماد على تحسين الإنتاجية كمدخل التغلب على مشكلة دعم أسعار بعض السلع والخدمات. فمن المعروف أن الدعم يكون عن طريق بيع السلع للمستهلك بأقل من تكلفة الإنتاج، على أن تقوم الدولة بتحمل الفرق في شكل مبالغ يتم دفعها للشركات المنتجة للسلع أو الخدمة. طيب
هو ايه الدعم؟ يعني ايه سلعة مدعومة؟ يعني مثلا لو انت مثلا البنزين مثلا تكلفته مثلا 5 ريال اللي هو اللتر، الدولة بتدعمه بتبيعهولك بريال، يبقى الدولة بتقدم لك دعم عبارة عن 4 ريال. طيب يبقى الدعم عبارة عن ايه؟ ان الدولة بتوفر لك السلعة بسعر اقل من التكلفة الخاصة بها، والدولة اللي بتتحمل الفرق ده هو نتيجة ايه؟ عوامل اجتماعية معينة. طيب ده مفهوم الايه؟ مفهوم الدعم. طيب نكمل، هو الانتاجية هتخفف عبء الدعم عن الدول؟ اه طبعا، ده الانتاجية المتميزة هتخفف عبء الدعم عن الدول. ازاي؟ اي انه ده لسه عبارة عن الدعم، اي انه عبارة عن خسارة كانت سوف تحققها الشركات في حالة عدم تحملها للخزانة العامة للايه؟ للدولة. ما هي الدولة اللي بتشيل الفرق. اه طب لو الدولة مش هتشيل الفرق وهتتباع السلعة دي بنفس السعر، يبقى دي خسارة بالنسبة للايه؟ للشركة. ومن المعروف ان السبب الرئيسي للدعم يكون سبب اجتماعي طبعا، باعتبار ان تلك السلع المدعمة تعتبر سلع ايه؟ سلع اساسية. طب هنشوف ازاي العلاقة ما بين الانتاجية المتميزة وتخفيف عبء الايه؟ الدعم. وبالتأمل البسيط لهذه الحقيقة نجد أن عبء الدعم السنوي على الخزانة العامة يزداد سنة بعد أخرى. في ميزانيات الدول اللي هي بتقدم دعم للسلع والخدمات تلاقي عبء الدعم دايما في اضطراد في زيادة، إما بسبب زيادة استهلاك السلع المدعمة أو بسبب تخفيض أسعار السلع المدعمة مع ثبات تكلفة الإنتاج، أو بسبب زيادة تكلفة الإنتاج مع ثبات سعر بيع الوحدة. وفي الغالب الأعم يكون بسبب كل هذه العوامل إيه؟ مجتمع. ليه عبء الدعم بيزيد على الحكومات؟ أسباب كتير، من ضمن هذه الأسباب زيادة الاستهلاك، أو من ضمن هذه الأسباب انخفاض أو تخفيض أسعار السلع المدعمة مع ثبات تكلفة الإنتاج زي ما هي، فده هيزود عبء الدعم، أو بزيادة إيه؟ تكلفة الإنتاج مع ثبات سعر بيع إيه؟ الوحدة. وفي الغالب والأعم بيكون كل هذه الإيه؟ الأسباب. طيب ومن الواضح أن السببين الثاني والثالث يرتبطان مباشرة بتكلفة إنتاج الوحدة. فنقطة البداية هي تكلفة إنتاج الوحدة. آه خلي بالك بقى، السبب الثاني والثالث مرتبط بتكلفة الإنتاج. يعني إيه؟ يعني في زيادة في تكلفة الإنتاج أو في ثبات في تكلفة الإنتاج. طيب زيادة في تكلفة الإنتاج أو ثبات في تكلفة الإنتاج، زيادة في تكلفة الإنتاج مع ثبات السعر، ثبات في تكلفة الإنتاج مع تخفيض السعر هيزود عبء الدعم. طيب ايه رايك بقى لو احنا خفضنا تكلفه الانتاج دي؟ خفضت تكلفه الانتاج، يبقى حسمت الانتاجيه. طب لما تخفض تكلفه الانتاج عبء الدعم هيزيد ولا يقل؟ لا طبعا، لما هيخفض تكلفه الانتاج عبء الدعم هيقل. مين اللي هيخفض لك تكلفه الانتاج؟ الانتاجيه المتميزه هي اللي تخفض تكلفه الانتاج، وبالتالي الانتاجيه المتميزه ومن خلال تخفيض تكلفه الانتاج نخفف عبء الدعم عن الحكومه. وهنا يأتي دور تحسين الإنتاجية، والتي تعمل على ترشيد استخدام الموارد حتى يمكن تحقيق أعلى قدر من المخرجات وبالتالي تخفيض تكلفة الوحدة. ما لما خفض تكلفة الوحدة إن شاء الله ده هينعكس بالإيجاب على الدعم. بالإيجاب يعني إيه؟ يعني هينخفض عبء الدعم عن الحكومات. طيب لسه بنكمل في موضوع الدعم. فلسنوات عديدة كان فرق السعر اللي هو الدعم الذي تحصل عليه الشركات يخفي عدم كفاءة تلك الشركات. فطالما أن فرق السعر سوف يتم الحصول عليه من الدولة، فكأنه دعما للإدارة لعدم التفكير في تخفيض التكاليف عن طريق تحسين الإنتاجية. والخلاصة هو أن تحسين الإنتاجية بما يترتب عليه من تخفيض تكلفة الوحدة سوف يخفض أو يلغي كلية مقدار الدعم الواجب للوحدات المدعمة على الرغم من ثبات سعر بيعها بسعر الدعم للمستهلك النهائي. ويمكن تلخيص الأفكار السابقة في الشكل التالي الذي يوضح أثر الإنتاجية على مستوى المنشأة وعلى المستوى القومي. يبقى الإنتاجية المتميزة اللي هتخفض تكلفة إنتاج الوحدة إن شاء الله بدون مقاطعة، تخفيض تكلفة الإنتاج ده هو هيساهم بصورة إيجابية، بمعنى أنه هيخفض عبء الدعم على الحكومات. طيب يبقى الأفكار ده هي اللي على مستوى القومي ممكن نصخها في الشكل التالي. تعالى هو أثر زيادة الإنتاجية على مستوى المنشأة وعلى المستوى القومي. طبعا على مستوى المنشأة خلصنا، على مستوى المنشأة بنقول الإنتاجية المتميزة هتخفض تكلفة الوحدة المنتجة، هتحسن الوضع التنافسي، هتزود الأرباح، هتزود دخل العاملين. ده خلصنا على مستوى المنشأة. طب وعلى مستوى الاقتصاد القومي؟ طيب برضو خلصنا على مستوى الاقتصاد القومي، الإنتاجية المتميزة هتخفض معدل التضخم، هتزود وتحسن مستوى معيشة الأفراد، هتحسن طبعا معدلات التنمية الاقتصادية، وهتقلل عبء الإيه؟ عبء الدعم. طيب تعالى بقى حضرتك على، احنا قلنا في الأول السؤال شقين، ليه مهتمين بالإنتاجية؟ قلنا ليه مهتمين بالإنتاجية عشان
عشان مستوى المنشأة ليه آثار إيجابية لزيادة الإنتاجية وتحسينها، ومستوى الاقتصاد القومي في آثار إيجابية لزيادة الإنتاجية وتحسينها. يبقى خلصنا الشق الأول من السؤال، ليه مهتمين بالإنتاجية وقلنا على مستوى المنشأة وعلى المستوى القومي. طيب الشق الثاني من السؤال، ألا تكفي المؤشرات المالية عشان أحكم على مستوى أداء الشركة؟ هنشوف إيه بقى الفرق ما بين المؤشرات المالية ومؤشر الإنتاجية، وهل يغنوا عن بعض ولا هل هما بيكملوا بعض. طيب تعال بقى، أما الجانب الآخر من السؤال الذي أصغناه في بداية هذا الجزء، فهو الجانب الخاص بالاعتماد على المؤشرات المالية بدل من الإنتاجية في تقييم أداء المنشأة. نشوف هل نعتمد عليها بدل الإنتاجية ولا لا، إيه العلاقة بينهم وبين بعض. ترد الإشارة أولا إلى أهمية التكامل بين كل من المؤشرات المالية ومؤشرات الإنتاجية، ضروري التكامل ما بينهم، يعني ما فيش واحدة تلغي أي واحدة، بيكملوا بعض. فالأولى اللي هي المالية ليست بديلة للثانية، وكذلك الثانية اللي هي الإنتاجية ليست بديلة للأولى. واضحة؟ واضحة. فكلاهما يكمل الآخر ويساعد على قياس جوانب لأداء المشروع، فستظل ربحية المشروع اللي هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف معبرة عن كفاءته، ده مؤشر مالي، وستظل محاسبة التكاليف قياسا ماليا لتكلفة العناصر التي يتم استخدامها في العملية التشغيلية. أما الإجابة على التساؤل فتكمن في حقيقتين هما، هل نستخدم المؤشرات المالية ونستغنى عن الإنتاجية؟ لا طبعا، ضروري التكامل والتناغم ما بينهم. طيب والإجابة على السؤال ده هو هتكمل في حقيقتين، إيه هما؟ واحد، إن المؤشرات المالية تعتبر الترجمة المالية للأداء، أما مقاييس الإنتاجية فهي قياس للأداء ذاته. مؤشر مالي ترجمة مالية للأداء، لكن بتقيس الأداء نفسه إنتاجية. ومن باب أولى فإن محاولة تفسير التغيير في المؤشرات المالية يجب أن يبدأ بقياس التغيير في الأداء بجوانبه التفصيلية المختلفة. الحقيقة الثانية، إن المؤشرات المالية تتأثر بمجموعة من العوامل التي قد تخرج في أحيان كثيرة عن سلطة الإدارة ولا تعكس كفاءتها. فعند الاعتماد على قيمة المخرجات بأسعار البيع من المحتمل أن تكون الأسعار التي يتم على أساس التقييم لا ترجع إلى قرار إداري بقدر ما هي ترجع إلى قرار سيادي من قبل الدولة. يبقى النقطة الثانية، إن العوامل اللي بتأثر فيها المؤشرات المالية جايز بعض منها يخرج عن نطاق الإدارة، لكن العوامل اللي بتأثر في الإنتاجية كلها خاضعة لنطاق الإدارة. زي إيه العوامل اللي خارجة على نطاق الإدارة؟ العوامل اللي هي القرارات السيادية في الدولة، ما تقدرش أنت تتجنب هذه تتجنب هذه القرارات. زي إيه القرارات السيادية؟ هنشوف. ومن أمثلة القرارات السيادية قرارات فرض رسوم جمركية على السلع المنافسة بهدف حماية المنتج المحلي، ما تقدرش تعمل حاجة. وقرارات تخفيض أسعار بعض السلع السيادية، ما تقدرش تعمل حاجة. ده هيأثر كله على مؤشراتك المالية، وبالتالي المؤشرات المالية جانب من العوامل اللي بتتحكم فيها ممكن تكون خارجة، لكن خارجة طبعا عن إدارة المنشأة، لكن مؤشر الإنتاجية كل العوامل المؤثرة فيه خاضعة لسيطرة إدارة المنشأة. طيب نكمل. ومن شأن هذه القرارات اللي هي القرارات السيادية التأثير على قيمة المخرجات، وكذلك الأمر بالنسبة لعناصر المدخلات، فإن الاعتماد على قيم تلك المدخلات قد يكون مضللا نظرا لبعض القرارات السيادية أيضا، مثل فرض ضرائب على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، فرض ضريبة مبيعات، أو زيادة أسعار الطاقة، مما يرفع أيضا تكلفة نقل المستلزمات والمنتجات النهائية. ولكل ذلك فإن مقاييس الإنتاجية التي تعتمد على الكميات تتميز بالقياس الحقيقي للأداء، وفي حالة ضرورة الاعتماد على القيم يجب تثبيت الأسعار الخاصة بكل من المخرجات والمدخلات. يبقى المعيار الأساسي هو معيار الإنتاجية. طيب ليه الإنتاجية؟ أصل بيقيس الأداء ذاته. ليه الإنتاجية؟ كل العوامل الخاضعة أو المؤثرة على الإنتاجية خاضعة لسيطرة إدارة المنشأة. طيب نستغنى عن المؤشرات المالية؟ لا طبعا، ده المؤشرات المالية بتكمل مؤشرات الإنتاجية، الاثنين بيكملوا بعض، ما نقدرش نستغنى عن أي واحدة فيهم. طيب بشكركم لحسن الاستماع في بعد ما انتهينا من الإجابة على الشق الثاني من السؤال، هل المؤشرات المالية ولا الإنتاجية، واكتشفنا ضرورة التكامل والتناغم ما بينهم، ما فيش حد بيغني عن ما فيش حد بيغني عن حد من المؤشرات المالية والإنتاجية. ونتواصل إن شاء الله في حلقة برضو جديدة إن شاء الله عن إدارة الإنتاجية. شكرا لحسن الاستماع.